نستهل المناسبة لنعيد أهلنا بعيد الأضحى، وأيضا كمان بدنا نستهلها بمعايدة الأمن العام، أفراد وضباط وعلى رأسهم اللواء عباس إبراهيم، ومنشد على إيدهم والله يقويهم. العنوان جذبنا كتير، صرخة مختار. صرخة مختار نابعة من وجع الأهالي، كون المختار بيمثل أهالي ضيعته وبلته. الصرخة شو بدنا نحكي؟ قد ما نحكي إن شاء الله نقدر نوصل وجعنا. نابعة من قصص كتيرة عم نواجهها بالمنطقة. يعني جينا على الانتخابات مثل كل الانتخابات، وعود وعهود بدنا نعمل، بدنا نسوي بالمنطقة. تخلص الانتخابات كلهم بروحوا على بيوتهم، كسر الداف وتفرقوا العشاق. عم نعيني بهالمنطقة، نحن من المخاطير يعني القاعدين بالضياع صيفا شتاءا. هيدي ما بيشعر فيها اللي بينزل، اللي بيجي بس على منطقة جزين ليصيف. نحن لأنه بنقعد فيها 12 شهر، العالم هون بتجي عندك 3 شهور بيصطافوا عنا بالضياع. وحتى هالسنة فينا نقول أنه الاصطياف كان كتير ضعيف، يعني أهل المنطقة ما أجوا على منطقتهم وعلى ضياعهم مثل ما قلهم بالعادة كل سنة. الوضع الاقتصادي كتير ضيق، يعني الطلعة من بيروت على منطقة جزين صار بتكلف. كرمال هيك ما في شيء يجذب ابن الضيعة ليطلع ضيعته. وغير عندك الطبابة والتعليم والتوظيف بالمنطقة معدومين. يعني بنعمل مشكلة طويلة عريضة على مستشفى جزين، ومنغير إدارة ومندلنا محلنا، ما في شيء تغير على الأرض. إذا بدنا نتحكم نحنا، يا ما ننزل على صيدا، يا ما نطلع على عين وزين لنعمل عملية أو لاستشفى معين. تعليم، منطالب بجامعة، وكل المخاتير وكل الفعاليات بالمنطقة طالبت بالجامعة، ما قدروا يأمنوها، ماشي الحال، ما قدروا يجيبوا لنا جامعة، كتر خيرهم. الشاب والصبية بينزلوا على بيروت 4 سنين جامعة. إذا ما قدرتوا تأمنوا الجامعة، أمنوا بديل وظيفة بالمنطقة، استثمروا بمنطقة جزين. سياحياً منطقة جزين يعني خاصة هالسنة حسيناها كتير ضعيفة بالنسبة للمهرجانات للنشاطات، وبيعتمدوا عنا بالسياحة. يعني عنا كذا ضيعة، هني ضيعتين بالأحرى اللي بيعملوا مهرجانات كبيرة. يعني أنا برأيي يكون في عبر الاتحاد تتوزع المهرجانات على منطقة جزين. يعني الاتحاد يعمل كل سنة بضيعة من الساحل، من الوسط، من الجبل، حتى نوزع النشاطات ونفرج العالم كله اللي جاي تتسوح. يا أخي نفرجيهم كل ضيعة بضيعتها، كل سنة نفرجيهم ضيعة، ما نحصرها بضيعة وضيعتين بمنطقة جزين. بقيا بدنا نلاقي حل للنفايات. ما فينا ندلنا معتمدين على مكبات معينة أو على شركات معينة خارج القضاء، لأنه بتوصل يوم من الأيام بده يقولونا نحن سكرنا بوجهكم الباب. شو بنعمل نحن بمنطقة جزين؟ وين متوجه؟ نحن لازم نبلش بمشروع الفرز من المصدر بمنطقة قضاء جزين. لازم نبلش بالفرز من المصدر، ما ندلنا متكلين على حدا، لأنه اليوم في أزمة بصيدة بالمعمل، يمكن بكرة معشي خلونا ننزل زبالتنا لتحت. شو بنعمل بالحالة؟ وين منروح؟ خلونا نبلش نأسس لفرز من المصدر.